بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. معنا أنا أستطيع، أنا أستطيع. ماذا ترون يا طلابي في هذه الصورة؟ أحسنتم، معلم، تلاميذ، مدرسة، ويقفون في بناء المدرسة. أحسنتم. هيا بنا الآن نقرأ الدرس وانتبه معي. أنا أستطيع. في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم من التلاميذ. اختار المعلم التلميذ آدم، لكن آدم قال: أعتذر منك يا معلمي، لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. قال المعلم: أنت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الفوز، كن واثقا. نظر آدم فرأى صديقه زيد يحرز هدفا في السلة. تحمس آدم وقال لنفسه: أنا أستطيع، سأحاول. وبكده يا أولادي نكون قد انتهينا من قراءة الدرس. هيا بنا الآن للكلمة ومعناها. الخسارة معناها الهزيمة. ماهر معناها بارع. الفوز المكسب. واثقا متأكدا. يحرز يسجل. أستطيع أقدر. أحاول أجرب. نأتي للكلمة ومضادها أي عكسها. وقف مضادها جلس. أحب أكره. الخسارة الفوز. نشيط كسول. صديقه عدوه. يحرز يضيع. أستطيع أعجز. نأتي للكلمة وجمعها. المدرسة جمعها المدارس. المعلم المعلمون. فريق فرق. كرها كرة كرات. كرة كرات. سبب أسباب. هدف جمعها أهداف. صديق جمعها أصدقاء. هيا بنا الآن لأسئلة الدرس. أين وقف المعلم؟ هيا يا أبنائي، أين وقف المعلم؟ أحسنتم. وقف المعلم في فناء المدرسة. وقف المعلم في فناء المدرسة. السؤال التالي: لماذا وقف المعلم في فناء المدرسة؟ أحسنتم. ليختار فريقا لكرة القدم من التلاميذ. من الذي اختاره المعلم؟ اختار المعلم التلميذ آدم. لماذا اعتذر؟ لماذا اعتذر آدم من المعلم؟ أحسنتم. لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة. بما وصف المعلم آدم؟ وصف المعلم آدم أنه نشيط وماهر. ماذا فعل زين؟
الحياة يا أبنائي. أحرز زين هدفا في السلة. السؤال الذي السؤال اللي بعده، ماذا قال آدم لنفسه؟ قال آدم لنفسه: أنا أستطيع، سأحاول. تحليل كلمات الدرس يا أولاد، هيا بنا نحلل كلمات الدرس. المدرسة، نوع الكلمة المدرسة اسم أم فعل؟ أحسنتم، اسم. ونوع اللام نطقتها وكتبتها، تبقى لام إيه؟ لام قمرية. المدرسة، المدرسة تنتهي بتاء، بتاء إيه؟ مفتوحة أم مربوطة؟ أحسنتم، مربوطة. التلاميذ، نوع الكلمة اسم، نوع اللام التلاميذ، كتبتها وما نطقتهاش، تبقى لام ايه؟ شمسية. والحرف اللي بعد اللام يا أولادي مشدد، إذن تبقى لام شمسية. نوع المد في كلمة التلاميذ، أحسنتم، مد بالألف ومد بالياء. والممدود يا أولاد، الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد. عندي هنا يا أولاد المد، مد بالألف، الممدود اللام، والمد الثاني مد بالياء، والممدود الميم. وقفا، وقفا، نوع الكلمة فعل. طب نوع الفعل يا أولادي؟ وقفا فعل ماضي وانتهى، ماض، نوع الفعل ماضي. فناء، نوع الكلمة اسم. فنائي، نوع المد مد بالايه؟ أحسنتم، بالألف. والممدود يا أولادي، ها قلنا الممدود الحرف الذي يسبق حرف المد، الممدود ايه بقى؟ نون، أحسنتم. المعلم، نوع الكلمة المعلم اسم، الحرف المشدد في الكلمة المعلم، المعلي، المعلي، الحرف المشدد هنا، أحسنتم، اللام. نوع الشدة يا أولادي، بالفتح أم بالكسر أم بالضم؟ المعلي، لي، نوع الشدة هنا بالكسرة. يختار، نوع الكلمة فعل، نوع الفعل يختار، مضارع، أحسنتم. فريقا، نوع الكلمة اسم، يوجد علامة من علامات الاسم هنا التنوين، أحسنتم. نوع التنوين الفتح، الحرف المنون يا أولادي القاف، أحسنتم. التلميذ، التلميذ، نوع الكلمة اسم، نوع اللام قمرية أم شمسية؟ شمسية. نوع المد التلميذ، نوع المد هنا الياء. والممدود يا أولادي، ها يا شطار، أحسنتم، الميم. أعتذر، نوع الكلمة هنا يا أولادي فعل، نوع الفعل أعتذر، مضارع. الكلمة التي تليها سببا، نوع الكلمة اسم، نوع التنوين تنوين بالفتح، الحرف المنون يا أولادي الباء. واحد يقول لي الألف؟ لا طبعا. ماهر، نوع الكلمة اسم، نوع المد مد بالايه؟ بالألف، الحرف الممدود، أحسنتم، الميم.
وبكده يا أولادي نكون قد انتهينا من درس اليوم، وستقوم بحل هذا النشاط بعد قراءة الدرس وفهم المعاني والكلمات وجمعها والأسئلة. أتقوم بحل هذا النشاط، هقرأ لك النشاط، صل كل كلمة بمعناها. أنا ماهر في لعب الكرة، أنا أستطيع أن أجري بسرعة، كن واثقا دائما من الفوز. قائمة ماهر، هل معناها أقدر؟ متأكدا، بارع. أستطيع، هل معناها أقدر؟ متأكدا، بارع. واثقا، معناها أقدر، متأكدا، بارع. هتوصل كل كلمة بمعناها. وبكده يا أولادي نكون قد انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.